حبيبي السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم بصحة وسلام. الفيديو ديالنا ديال اليوم خارج المطبخ، ما عنده حتى شي علاقة بالطبخ. جيت نشارك معكم ان شاء الله الفرحة ديالي بالنجاح ديال ولدي الثاني، نجح في المدرسة ديالته، وهنا في داكشي الاسعافات الاولية اللي كيدير معاهم في الامبولانس. ما شاء الله جاء هو الاول في عام ديال العام 2020 فاش كانت كورونا، بحكم انه استطاع انه يدير 317 مكالمة ناجحة، سو عطاوه هاد السيرتيفيكا هادي، وهادي كذلك ديال الروكي اوف ذا يير. سو عندي الابن ديالي والصديق ديالو الطبيب اللي معاه، ولدي دا في هادي ديال التوب ريسبوندرز ديال 317 مكالمة، هو الأول، والطبيب اللي معاه دا جا هو الثاني، وفي هادي ديال روكي هذاك الدكتور اللي معاه جا هو الأول، وولدي جا فيها هو الثاني، الجائزة الثانية اللي خد. سو كان شرف لينا كبير أنا والأب ديالو خوتو، بحكم أن في هاد المنطقة اللي حنا فيها كان الإبن ديالي هو أول عربي مسلم اللي كان يتشرف بهاد الجائزة هادي، وكذلك الاسم ديال المهدي تسمع باعلى صوت وتكتب اسم ديالو في الدخله ديال الامبولانس كومباني. ملي كندخلو مكتوب الاسم ديال المهدي. سو ما شاء الله الحمد لله، هذا شرف لينا كبير وفرحانين بزاف وكنفتخروا به. لهذا قررت انا والاب ديالو ان شاء الله اننا غادي نديروا ليه واحد الهديه كان نفسه فيها. اش غنقول لكم، من زمن طويل شي تقريبا سنتين هو تيتمنى انه تكون عنده واحد السياره من واحد النوع خاص اللي كيعجبو هوايا. رغم ان عنده الاس يو في ديالته زوينه وكل شيء، ولكن عينه كانت على هذيك السياره تراك ديال داتش رام 1500. سو قررت انا والاب ديالو ان شاء الله، مشينا الاسبوع اللي فات، خدينا السياره وقدينا الاوراق وقدينا كل شيء، واليوم ان شاء الله جا هذا جابوها لينا للدار. سو حنا دخلنا السياره للور لهذا الباكيارد الجردان، باش هو ان شاء الله منين يجي يدخل يباركي في القدام ديال الدار ما تبانش ليه. غادي اختو غادي تحضيه، غادي منين يباركي غادي تقول ليه بان راه حنا كنا جالسين في الباكيارد كنشربوا اتاي باش يجي لعندنا، وكذلك قلت ليه راه غادي نعطيك شي وراق تسينيهم وهذا. سو قلت له كي تخرج من الخدمه اجي للدار ما طلعش الامبولانس. سو ان شاء الله غادي نديروا ليه المفاجاه وغادي نشوفوا لا رياكسيون ديالو ان شاء الله. انا غادي ان شاء الله نشارك معكم واحد اللقطات، كذلك من بعد هذا غادي يمشيو ان شاء الله دايرين لهم واحد الحفله كتكريم، لان كان واحد النجاح كبير في داك الشيء ديال كوفيد، وهذا بزاف تاع الناس الحمد لله اللي يعني بعد اذن الله وداك الشيء الحياه ديالهم نقدوها وهذا. سو ان شاء الله غادي نمشيو لهذيك الحفله ديالهم، كانت ما شاء الله زوينه رائعه، كلهم تما الدكاتره الممرضات الممرضين كلشي كانوا تمايا، كان واحد الجو رائع، وكذلك كان واحد الحفله اللي عاديه رغم ان الناس ما شاء الله كلشي اللي جاوا لابسين لبس يعني ديال الهواي عادي، كان واحد المنظر هائل ورائع ومريح للنفس سبحان الله. ما كاينش يعني تقول مثلا دكاتره ولا هادي مشاو لابسين يعني داك الشيء غالي ولا هذا، كان واحد الجو رائع 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 رائع. مع الاسف ما قدرتش باش نفيلمي، كان الصداع بزاف، ولكن درت لكم تصويرات الابن ديالي مع الاصدقاء ديالو داكشي والصديقات ديالو تمايا، ان شاء الله خدينا معاهم تصاور. سو ان شاء الله غندير معكم بعد هذا تصاور، وان شاء الله غادي كذلك غندير معكم شي لقطات على السياره اللي خدينا ليه وعلى الرياكشن ديالو منين غادي يشوف المفاجاه اللي درنا ليه باذن الله. ومن هنا انا غادي نودعكم وغادي نقول لكم الله يعطي لكل واحد وكل وحده ما تمنى في خاطره وفي وليداته ان شاء الله، والله ينجح جميع الوليدات باذن الله ويعطيهم ما تمنوا في خاطرهم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
هنا اعزائي تنشارك معكم هذا التراك اللي درنا لولدي كادو بمناسبه النجاح ديالو. كنا دايزين من حدا هادو مالين طوموبيلات كان بان ليه وكان ويقول لي مامي هذا هو التراك ديالي الحلم ديالي اللي بغيت ان شاء الله غادي نجمعه ونشريه. سو وعقلت عليه ودرتها في راسي. سو مشيت انا وباه وهذا خديناه السيمانه اللي فاتت واليوم ان شاء الله راه عاد ديليفراوه لينا. سو دابا ان شاء الله غنشارك معكم التراك من الداخل. حنا جبناه في الجردال اللور خزناه هو غادي يجي ان شاء الله من الخدمه غادي يكون هنا في الدار مع 6 ونص وغادي نقولوا ليه اجي راه حنا كنشربوا اتاي في الجردال اللور غادي يجي عندنا وغادي يلقاه ان شاء الله غادي نحاول نفيلم لكم الا بغى لا رياكسيون ديالو. سو بدا هو التراك من الداخل هنا اللور هنا الكوفر تقيل عليا انا باش نحلو صافي ديروا لي هاد الغطاء هذا ان شاء الله. كنتمنى انا لا سيربريز انها تعجبو. نتلاقاو ان شاء الله ملي يجي من الخدمه. Lina. Oh my God! Guess what? Surprise! No way! What? Why are you going it? Oh my God! Thank you! Oh my God! No way! It's happy enough to see you there, but. Oh my God! Oh, thank you, mommy. Okay. Oh my God. That's nice. Adam. Wow. You like it? عجبتك؟ عجبتني of course. I mean عجبك تراك ولدنا. هذا اللي كنتي وريتيني ياك؟ ما شاء الله. This is amazing. So it's yours. Oh my الحمد لله. No way. Assalamu alaikum. What's up? Alright, let's hear it. Oh, it sounds heavy. Wow, like the sound? دخلنا هنا خبينا عليك باش ما يبانش لك في الشاطئ. فرح مسكين بزاف صافي مشى دابا لعند صحابو.